أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بيكم في برنامجكم بيني وبينكم على القناة الفضائية سيسات. نرحب بيكم في برنامج بيني وبينكم، حلقة جديدة من حلقات بيني وبينكم. أحب أقدم الأول هايدي. أهلا بيك يا هايدي. أهلا بيك يا أشرف. أهلا بيكم أعزائي المشاهدين، حلقة جديدة من برنامجكم بيني وبينكم. الحلقة النهاردة شيقة وفيها أخبار كتير الحقيقة، بس زي ما احنا متعودين هنبتديها بالسؤال، وهو موجود عندكم على الشاشة. في أي وقت سمع آدم الرب ماشيا في الجنة؟ في أي وقت سمع آدم الرب ماشيا في الجنة؟ أفتكر السؤال سهل مش صعب، وهنستنى تليفوناتكم وتعليقاتكم. في تهنئة النهاردة؟ النهاردة في تهنئة بمناسبة عيد ميلاد الأخت جورجيت صليب. كل سنة وحضرتك طيبة من أسر القناة الفضائية القبطية، وبالأخص برنامج بيني وبينكم، لأن مدام جورجيت يعني ما بتعديش من حلقة من مؤسسين البرنامج طبعا حقيقي. ومنهنيها وبمناسبة عيد ميلادها، وطبعا هي من عيلة صليب، بس في نفس الوقت هي قالت لي برضو نيهم طرف من عيلة البغدادي. صحيح، يعني انت فمنهنيها كويس، ونقول لها كل سنة طيبة. كل سنة وانت طيبة يا أخت جورجيت، وعقبال 100 سنة. الأخبار النهاردة كتيرة، وأحداث لغاية قبل ما ندخل عمالين نلم في الأخبار إيه الأحداث اللي بتحصل مش في مصر بس، ولكن في أمريكا كمان. هنقول رؤوس الأخبار. قتلى وجرحى في انفجار في ولاية بوسطن بيهز سباق الماراثون. كمان في مصر تستدعي القائم بأعمال سفارة كندا. الطائفة اليهودية في مصر تختار مجدة هارون رئيسة لها. وأيضا صحف عالمية، انتخاب مرسي زاد العنف ضد الأقباط. وزير الكهرباء، دخول التكييف مصر أثر على شبكة الكهرباء. حاجة جديدة. والأخبار اللي أنا عندي يا هايدي، مصر وقطر توقعان اتفاقا في مجال النيابة العامة. وطبعا مش هنسيبك برضه يا وزير الاعلام صلاح عبد المقصود، فضيحه وزير الاعلام المصري بتحرش بكلامه للصحفيه المراسله في مصر. تاني حاجه، عبد المنعم عبد الفتوح، ازمه مصر الاقتصاديه سببها نفس ادارتها سابقا. سكرتير عام المصريين الاحرار، اتحاد عمال مصر تمت اخوانته بالكامل. وخبر تاني، وهو البابا فرانسيس، أعداد الشهداء المسيحيين اليوم تفوق أعدادهم في القرون الأولى. نبتدي بالأخبار يا هايدي. أول أخبار، وهي أخبار بوسطن، وتوقعات لغاية دلوقتي ما فيش أي حاجة يعني شبه جنائية بالنسبة الوكالات الإعلام كلها، يعني يقال، بس احنا برضو مش عايزين نعملها كحاجة إرهابية عربية إسلامية، لأن ده فعلا لو حصل هتبقى مأساة مش للمسيحيين ولا المسلمين، ده لينا كلنا عرب، كلنا أو الشبه اللي ليه أشكال عربية، هتبقى يعني تبقى صعبة علينا زي أيام سبتمبر 11. مظبوط. ناخد أول مكالمة. أم عمار، مساء الخير حبيبي. مساء النور، أهلا بيكي. شلونكم حياتي؟ يا هلا ام عمار، شلونك؟ الحمد لله. انتم شلونكم؟ صحتكم؟ حياك الله. الحمد لله بخير. سلام الاخ. شينا اهل القناه، شلونه؟ الحمد لله بخير. بنيك ليكي، شكرا، كلنا بخير. خير سمونا علي، خير. ان شاء الله. ان شاء الله يباركك الرب. ان شاء الله ام عمار. هو ممكن اشارك؟ ايه تفضلي. هو التكوين الاصحاح الثالث والعدد 8، وسمع صوت الرب الإله ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهار، فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجرة الجنة. 9، فنادى الرب الإله آدم وقال له أين أنت؟ 10، فقال سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت. هذا الجواب، يعني هو اختبأ عند هبوب ريح النهار. شكرا، ربنا يخليكي. شكرا ليكي يا ام عمار، ربنا يخليكي. وسلام للاسره جميعا. سلام سلام حبيبتي، مع السلامه. بنشكرك. بيقول لك قتلى وجرحى في انفجار هز سباق الماراثون في ولايه امريكيه، هي ولايه بوسطن. العثور على عبوات ناسفه في اماكن مختلفه بمدينه بوسطن، والشرطه تناشد الاهالي بالبقاء في المنازل.
زي ما احنا شايفين الصور قدامنا، وقع انفجارين عند خط نهاية الماراثون ببوسطن اليوم الاثنين، مما أسفر على إصابة عدد غير محدد من المشاهدين حسبما أفادت وكالة إعلام أمريكية، بينما أفادت شرطة بوسطن بمقتل 3 أشخاص من ضمنهم طفل عنده 8 سنين و115 شخصا. حقيقي يعني مناظر كنا ابتدينا ننسى المناظر دي شكلها ايه. وقال المتحدث باسم شرطة بوسطن: وقع الانفجار ورجال الاطفاء والشرطة يقومون بواجبهم وبمساعدة الناس اللي موجودة كمان، وفتحوا التحقيقات وكان في انفجارات تانية المفروض كانت هتتم، والحمد لله يعني ابطلوا مفعول القنابل كان عند مكتبة ومكتبة كينيدي وفي مكان تاني. المهم ان هم حاطين حاجات في مناطق حيوية في امريكا وخصوصا بوسطن. الرئيس اوباما اعلن حالة الطوارئ ومنعوا الطيران وغلق المجال الجوي. حقيقي مناظر يعني احنا كده مش حاطين حتى الصور الصعبة، يعني في صور صعبة كتير، يعني ناس اطرافها متشالة، حاجة تحزن، حاجة توجع القلب. بغض النظر عن ايه السبب فهو هيكون ارهاب. ارهاب اللي بيعمل كده هو ارهابي، مهما يقول امريكا عملت وعايزين نعاقب الناس اللي ماتت دي، ملهاش ذنب. الناس اللي ماتت دي حرام، يعني طفل عنده 8 سنين عمل ايه؟ والناس دي موجودة في مكان رايحين رياضة والماراثون، يعني تبرع للمسنين وحاجات يعني بيساعدوا فيها للمرضى، بيساعدوا فيها نشاط تاني، يعني اغلب المتسابقين كبار السن، يعني بيعملوها كتبرع، يعني بيشاركوا كتبرع منهم. النهايه في النهايه يبقى في قنابل موقوته، يعني دي عمليه دنيئه جدا، يعني ما تحصلش الا حد يعني قلبه ميت. قلبه ميت. بص الاعلام اللي كانت موجوده جميع مختلف العالم، الاعلام كانت موجوده. وبعدين الشعب الامريكي شعب مختلط، كله تلاقي اجناس مختلفه، تلاقي الاسود والابيض والاصفر وبيجمعوا كلهم في حاجه واحده، طبعا في هدف واحد، نشاط واحد، ما بيتكلموش لا في الدين ولا بيتكلموا في السياسه. يعني احنا في انفجارات كتير بتحصل في العراق، بتحصل انفجارات بتحصل في العراق، في سوريا انفجارات، وفيها اطفال وفيها سيدات وشيوخ كلهم بيموتوا، يعني اعداد كبيره. افغانستان في انفجارات بتحصل، بس انفجار في امريكا تختلف. ليه؟ ليه تعتبر من اقوى كمان. اقوى دول العالم هي امريكا. انا عايز اشوف رد فعل اوباما. رد فعل امريكي. طبعا انا ما بقيتش اوباما خالص ولا مع اوباما خالص، بسياسته مع طريقته مع الاخوان المسلمين. هو بيفتكر ان هو يعني حط ايديه في ايدين الشيطان، فالمفروض هيكسبه، ولكن مالهمش امان يا هايدي، مالهمش امان. احنا على العموم في صور برضو هنوريها لكم اتاخدت واتبعتت على الانترنت لشخص كان موجود على سطح من المباني اللي موجوده حوالين المنطقه. زي ما احنا شايفين الصور، الصورتين اللي تحت بالذات باين فيهم واضح ان حد كان فوق سطوح لسبب او لاخر، ممكن كان معاه ريموت كنترول مظبوط بتاع القنبله. ساعه وصول المتسابقين للنهايه، يعني هي جت ساعه الوصول المتسابقين للنهايه مستهدفه. فهل هو بتوقيت عارفين امتى هيوصلوا؟ هل هو في ريموت كنترول واحد؟ اكيد ريموت كنترول، يعني هل هو التكنولوجيا المتقدمه تبقى ساعه موقوته مثلا؟ ممكن ما حدش يعرف لسه لغايه دلوقتي، يعني تخمينات والتحقيقات لغايه دلوقتي ما بانتش مين السبب، واحنا مش عايزين نقول دي عرب ومش عرب، بس في ناس بقى بي 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 هم يعني في حد بيقول او نيويورك تايمز بالذات، يعني هي اللي قالت ان في واحد سعودي اتقبض عليه، بس التحقيقات تبان في المستشفى من ضمن الجرح. التحقيقات هتبين بعد كده. معانا تليفونات، معلش الاخت جورجيت. ايوه اهلا بيكي، كل سنه وانت طيبه. اهلا بيكي وانت طيبه. ميرسي يا هايدي. ميرسي حبيبتي، كل سنه وحضرتك طيبه. شكرا لتهنئتكم. ربنا يخليك. على الفيسبوك وفي القناه. ربنا يخليك، انت من اسره القناه الفضائيه القبطيه برضو. شكرا. انا على فكره جايه لكم برضو. جايه لنا؟ جايه فين؟ كاليفورنيا؟ جايه لكم كاليفورنيا. طيب حلو خالص. طب كويس، نستقبلك هنا ببركه كبيره.
باذن الله، انا عشان جاي عايزه اشوفك صدقني. ربنا يخليك، ربنا يخليك ويديك الصحه. وانت جميله، هروح ازورهم واشوفكم. طب حلو خالص، ان شاء الله. لا لازم نعرف الميعاد ونستناكي كمان. ما شيرين بقى خد الميعاد من شيرين، انا قلت لك. اوكي خلاص. كويس. كل سنه وحضرتك طيبه مدام جورجيت. وانت طيب. وبعدين انا جورجيت صليب بغدادي، اللاست نيم بتاع بغدادي. طيب ماشي. انا اول ما كلمتك قلت لك انا اختك يا اشرف. اختك يا اشرف، صح. ربنا يخليك، انا عارف ده الكلام ده من سنه وشويه. ربنا يخليك. يمكن من اول ما من اول البرنامج. اول البرنامج صحيح. وقلت لك انا اختك يا اشرف. انا بغدادي زي. ربنا يخليك، احنا عيله واحده واسره واحده. واحد. عندك الاجابه؟ الاجابه مع هبوب ريح النهار. ربنا قال له ادم اين انت. طب كويس. الايه أيوة. من امثال: القليل مع مخافه الرب خير من كنز عظيم مع هم. امين. صحيح. امثال 15 ايه 16. جميل. أمين. نشكر. أمين. حضرتك. أحسن حاجة مخافة ربنا طبعا. أمين. طبعا. نشكرك كل سنة وحضرتك طيبة. نشكرك حبيبتي. وأنتم طيبين. وإحنا أنا بشكركم جدا. ربنا يخليك، ومنتظرينك في كاليفورنيا إن شاء الله. إن شاء الله. سلام بإذن الله. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. الخبر اللي عندك بعد كده. في باسم على التليفون، صحيح. ألو أستاذ باسم. ألو مساء الخير. أهلا. مساء النور. يا ريت بس تدوني فرصه كده 5 دقايق اتكلم. لا اتفضل استاذ باسم. حضرتك اول مره اتكلمنا. متهيألي اول مره اكلمكم. وحضرتك اتكلمنا منين قبل كده؟ لوحدي كده بره التلفزيون. المهم حضرتك اتكلمنا منين؟ انا بتكلم من كندا. اهلا وسهلا بيك واهلا كندا. اهلا بيك. الحقيقه في العهد القديم بنقرا، لما نقرا العهد القديم والاحداث اللي مر بيها شعب اليهود كلهم، انا هدخل في موضوع امريكا واللي حصل النهارده. نعم. والأحداث اللي مر بها اليهود، ربنا بيوصل رسالة لكل البشرية بلا استثناء، أن الخطية قاتلة جدا والرب بينتقم من الأشرار. وكل العهد القديم بيتكلم كده، انتقم من المصريين، انتقم من الفلسطينيين، انتقم من العماليق، انتقم من شعبه نفسه ملايين المرات في العهد القديم. ما كانش ربنا بيقف قدام الخطية أبدا. التوبة هي أساس العمل مع العلي الرب يسوع المسيح المتجسد. والمسيح على الصليب فتح الفردوس وفتح البحيرة المتقدة بالنار والكبريت اللي ما كانتش قبل الصليب. اللص اليمين دخل، هو طبعا مش اللص اليمين، لكن دخل الفردوس واللص الثاني إلى البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. أرجع النهاردة اللي حصل في أمريكا. أمريكا زي ما حضرتك قلت ان اوباما ورا تسليم مصر للاخوان المسلمين، ووراه لوبي تاني، وهدفهم الاكبر تدمير مصر، حتى لو كانت المدخنة بتاعة هذا التدمير هو دم مسيحيين مصر. صحيح. ربنا بيأدبنا في مصر للتوبة، دي ما فيهاش كلام، واحنا شعب لازم نعترف ان احنا كلنا مطلوبين للتوبة للحصول على الخلاص. اما النقطة الثانية اللي ربنا قالها في العهد القديم، بيقول للشيطان انا هستخدمك للتأديب، لكن بعد كده انت بالذات مش هرحمك ابدا. امريكا بتستخدم نفسها ضدنا في مصر، وربنا هينتقم منها، وانا باسم المسيح بسلم الشعب الامريكي كله وعلى رأس اوباما للشيطان لاهلاك جسدهم، لان اولا انكروا ربنا في كل مدارسهم في كل محاكمهم، ودي ربنا مش هيفوتها لهم ابدا، لا هم ولا اوروبا. ولا داعي ان احنا نتشدق بالحضارات الغربية التي انكرت دم الفادي الخالق المتجسد الذي صلب على الصليب من أجل 6 بليون من البشر. الجميع مطلوب للتوبة، لكن أمريكا لازم تسلم ليد الشيطان، لأن هي وراء كل اللي بيحصل في مصر. وإحنا المسيحيين في مصر علينا أن نتوب، ومش هتكلم أكتر من كده. بالنسبة للكنيسة في مصر، التوبة، ولا يوجد حل آخر مع المسيح غير التوبة للحصول على الخلاص. الصوم والصلاة. وشكرا. نشكر حضرتك يا أستاذ باسم. أشكرك أستاذ باسم. أشكرك. معانا الاخت ميري من الاردن. الو صباح الخير. صباح الفل. يا صباح النور، مصحيينك بدري. صباح المسيح كمان. حبيبي صباح المسيح معاك. صباح المسيح. صباح مع الاسره الكريمه. السلام والمحبه والايمان. الله يسعدك. الله يسعدك. امين.
تفضلي يا ميري. اجاوب على السؤال. اتفضلي. بدي اجاوب على السؤال. طبعا لما عرفوا انهم انهم عريانين ولما اكلوا من شجره الجنه. ايوه. هي في حته مكتوبه في الكتاب المقدس عن الوقت بالذات. الو اخت ميري سامعيني؟ ايوه انا معكم. اه لا هي أنا في مكان في وقت معين اتقال في الكتاب المقدس عن لما ادم سمع صوت ربنا. في انا عندي بتكوين ثلاثه. ايوه سمع الزوجان صوت الرب الاله ماشيا في الجنه عند هبوب الريح. ايوه أوكي. النهار عند هبوب الريح. عند هبوب الريح النهار. شكرا يا اختي. اشكرك يا اخت ميري والسلام لاهل عمان كلهم. هو ده او حوالين عمان. الله يسلمك. شكرا حبيبتي. شكرا. الله يسلمك. شكرا يا اخت ميري. معانا الاخت ايميليا. الو مساء الخير يا اخت ميري. مساء الخير. اهلا بيكي. نشكر ربنا. سلام المسيح معك. الحمد لله. اتفضلي. هو لما اكل من التفاحه وحس انه عريان وبعدين كان ماشي بالنهار. ايوه. فسمع صوت الرب. اوكي. وقت النهار. بس في وقت النهار. وقت النهار. ماشي يا اخت ميليا. جواب نهائي. شكرا. العفو. ماشي. سلام المسيح معانا بنت الرب. معانا بنت الرب ويا ريت الاخت مرام تتصل بينا تعاود تتصل بينا تاني. معانا بنت الرب اتفضلي بيني وبينكم. بنت الرب وقعت كمان. طيب انا بشكر الاستاذ باسل طبعا وجه نظره طبعا محترمه وانا ممكن اقول 80 هو بيصعب على الواحد ان يقول الحقيقه حتى لو الحقيقه مره هي صعبه يعني وطبعا احنا قلنا هم انقروا المسيح فعلا وشالوه من المدارس وشالوا الدين المسيحي الحاجات دي المراحل كتير كلها كانت ورا بعض. طب ناخد مكالمه ثانيه من بتوع بنت الرب اتفضلي. الو مساء الخير مدام هايدي. مساء النور. اهلا بيكي اشرف. اهلا بيكي اهلا بيك. في الاول احب اجاوب على السؤال. اتفضلي. في سفر التكوين عدد 8 بيقول وسمع صوت الرب الاله ماشيا في الجنه عند هبوب ريح النهار فاختبأ ادم وامراته من وجه الرب الاله في وسط شجر الجنه. فالاجابه عند هبوب ريح النهار. ماشي يا بنت الرب. ثانك يو. اوكي وحاجه ثانيه. انا كان نفسي اتكلم معاكم بالنسبه للاحداث اللي في مصر واعلق على حاجه واحده يعني بالنسبه للاحداث بتاعه النهارده. برضو انا كنت في الشغل وسمعت كل داخلين طالعين عمالين نسال بعض اللي داخل اللانش روم ها عرفوا مين اللي عملها عرفوا مين اللي عملها. اول مره اعرف ان في انسان كان موجود فوق. الكل بيقول ليه قبل الوصول بالظبط ما يعرفوش ان اللي عمل كده عايز وريبر هو مين. احنا لغايه دلوقتي ما نعرفش ومش عايزين نجاس لكن اختار الوقت ان اختار الوقت ده عشان بيتجمعوا فيه. A lot of people get hurt يعني يصيب اكتر عدد ممكن من الناس العدائين اللي بيجروا لكن الله في وسطها فلن تتزعزع. امين. زي ما ان شاء الله ان شاء الله يعني ربنا هيهدي الامور في مصر في اسم المسيح يسوع لان احنا تركناها في يده واحنا هنا كل يعني كل اللي في ايده حاجه يا رب يسوع المسيح تقومه وتقف معاه. مم. علشان اخواتنا وحبايبنا في مصر اخواتنا وحبايبنا اذا كنا احنا بره لكن قلبنا وعقلنا وروحنا كلنا معاهم وكل بيصلي وكل بيصرخ والله ان شاء الله هيستجيب والله قادر يشفي اخواتنا الجنسيات المتعدده اللي كانوا بيجري اللي انصابوا. أنا سمع إن 100 انصابوا وسمعت في العربية وأنا وجاية بيقولوا 2 توفوا ما مدى صحة 3 دلوقتي 3 في طفل عنده 8 سنين كمان. يا حرام يا حرام. ربنا يصبر أهاليهم. طبعا كل ما الوقت بيقعد بيكتشفوا أكتر وبيقدروا يحصروا القتلى والجرحى. يا
بنشكر حضرتك يا بنت الرب. بنشكر حضرتك. امين. سلام. الله. مع السلامة. سلام. مع السلامة. طبعا احنا دلوقتي الوقت اللي احنا فيه، الوضع اللي احنا فيه دلوقتي في امريكا، زي احنا في عملية غرفة انعاش، يعني خاصة العرب، الجاليات العربية، احنا في غرفة الانعاش. ربنا يستر ما يطلعش عرب، ربنا يستر ما تبعاش. احنا مش عايزين منظرنا يبقى وحش كمان. ما احنا وضعنا كمان ما بيعرفوش اذا كنا احنا مسيحيين ولا مسلمين، يعني حتى لو لابسين صليب يعني ما بتجيش، ما تفرقش معاك. واخدينها كديكور. طيب معانا مداخلة تانية. الاخت بيتا. الاخت بيتا مساء الخير، سلام المسيح. ازيكم؟ اهلا بيك يا حبيبتي. تكونوا بخير. الحمد لله بخير بصلواتك. تعيشي صلوات القديسين. انا بس بقول، بعلق على اللي حصل النهارده في بوستن، بقول في وسط الازمه اللي كانت دي والهوسه، سمعنا حد بيقول حاجه مسلم اللي عاملها. صدقوني انا احنا سمعنا كده. انا هي في نيويورك تايمز قالوا ان في سعودي قبضوا عليه وتحت التحقيق من ضمن الجرحى، وهو جريح برضه يعني، بس اتقبض عليه. عموما الوقت هيجي ويقولوا الحقيقه. امريكا غير مصر، يعني بيقولوا التحقيقات ويقولوا مين الجناه ومين اللي عملها، بيقولوها يعني، ما بيخافوش من حد يعني، ولا بيكتموا الاخبار يعني. ان شاء الله الحقيقه هتبان باقرب وقت، مش زي مصر. حتى احنا عندنا في مصر حتى لو عرفنا مين هو العمل فعل العمل دوت، برضو براءه ان شاء الله. احنا في امريكا تختلف يعني، باذن الله ما يبقاش حد عربي يعني. شوفي احنا مصريين مسيحيين بنتمنى ما يبقاش عربي، نتمنى، لان ده هيعود علينا احنا هنا في امريكا. ايوه، لان طبعا كلنا نفتكر الاحداث اللي حصلت سبتمبر 11، انه في برضه مسيحيين اقباط اتقتلوا عن طريق امريكان ما يفهموش ايه الفرق بين مصري مسيحي ولا مصري مسلم ولا كان، بس هو بياخدوه بالاشكال كلنا بالشكل. ميدل ايسترن وخلاص. هو ميدل ايسترن وخلاص، ميدل ايسترن ارهابي بالظبط كده، ما بيعرفوش لابسين صليب ولا لا. لا 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 ما عندهمش الموضوع معين. ده ربنا يستر وربنا يحمي الشعب المصري يا رب. وجميع الشعوب العربيه، مش عايزين مشاكل. والامريكان ما هم يعني برضو حرام اللي بيحصل لهم يعني. بنشكر حضرتك. عايزه تجاوبي على السؤال؟ ممكن اتفضلي. طب كان عند هبوب الريح وسط النهار، وده في سفر التكوين باختصار كده. طيب حلو. شكرا حبيبتي، ربنا يخليكي. ربنا يخليك. سلام المسيح معاك. بنشكر حضرتك. معانا الاستاذ يوسف غالي. الو. ايوه اهلا بيك يا استاذ يوسف. استاذ يوسف اهلا بحضرتك. دكتور نشكر ربنا. زي حضرتك، اخبار الاوضاع عندك ايه؟ ربنا موجود في الغشرة، فنعمله ايه؟ كل يوم والتاني حوادث ناقصة. هي ربنا يسر. هي ناقصة في امريكا كمان. ربنا يسر. طب هنروح فين يا استاذ يوسف؟ ما حدش بياخد اكتر من نصيبه بقى يعني. هنروح هنا ولا هناك يعني، مصر ولا امريكا؟ هنروح فين؟ ناخد جزيرة بقى، نطلع على جزيرة مدغشقر مثلا. هنروح فين بعد كده؟ انا بقول لك نروح اورشليم اهو. ان شاء الله. ان شاء الله. ما هو بعيد عن المشاكل. تصدق ان اورشليم دلوقتي والقدس امن بلد دلوقتي؟ انا قلتها قلناها قبل كده. هو ربك موجود، ربنا أمين. موجود. امين. اتفضل استاذ يوسف. هو سفر التكوين صح 3 عدد 8، عند هبوب ريح النهار فاختبى ادم وامراته من وجه الرب. بنشكر حضرتك استاذ يوسف. تابعنا نهايه الحلقه. شكرا. معنا الاستاذ جوزيف. الو. الو مساء الخير. مساء الفل. اهلا بيك. اهلا، الله يبارككم. بحب اقول غير شويه برساله بولس الرسول الى اهل افسس. تفضل. الاصحاح الاول الايه 17، كي يعطيكم اله ربنا يسوع المسيح ابو المجد روح الحكمه والاعلان في معرفته، مستنيره عيون اذهانكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته وما هو غنى مجد ميراثه في القديسين وما هي عظمة قدرته الفائقة نحونا نحن المؤمنين حسب عمل شدة قوته الذي عمله في المسيح إذ أقامه من الأموات وأجلسه عن يمينه في السماويات فوق كل رياسة وسلطان وقوة والسيادة وكل اسم يسمى ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضا وأخضع كل شيء تحت قدميه
وإياه جعل رأسا فوق كل شيء في الكنيسة التي هي جسده ملء الذي يملأ الكل بالكل. نحن على طول لازم نفكر الخلاص هو بيسوع المسيح. أمين أمين. وحتى يعني الرئيس الفعلي هو بتاعنا هو سلطان الرئاسات هو يسوع المسيح. أمين له المجد. وما بنسمع نحن للي سلطان الظهر اللي أعمى عيون أذهانهم، يعني نحن يسوع المسيح الحي هو اللي أحيانا، ومثل ما بيقول بمستنيرة عيون أذهانكم بالمسيح. أمين. على طول نحن لازم نفكر مهما يصير ضيق، بيقول ثقوا سيكون لكم ضيق، بس ثقوا لقد غلبت العالم، لقد غلبت العالم، وهو يسوع المسيح الغالب الحقيقي للعالم كله. أكيد أكيد. وبعدين ما حدث ببوستن ماساتشوستس في بلد سان باتريك بقى في عنده مداخلات يعني باك جراوند، لأنه هن كمان جزء يكون في أعمال تخريب بين بعضهم، يعني بين أحزاب اللي عايز الحرب. لأنه على طول أنا عرفت أنه في مرة صار سنة 94 حاجة ببناية مبنى الفيدرال في أوكلاهوما، كمان ناس أمريكان هم فجروا البناية. لسه التحقيقات حتبان إن شاء الله خلال يومين. وراح 165 شخص. نعم. يعني كان واحد متطرف. يحتمل أنه متطرفين أمريكان ما بدهم شي يروحوا على الحرب مرة تانية. لأنه كانوا هم المتقاعدين تبع حرب فيتنام. لأنه لعبوا عليهم، يعني قالوا لهم حتربحوا وروحوا هذا، وخسروا. نفس الشيء كمان هلا متقاعدين تبع حرب العراق، لأنه العراق ربنا يستر. ربنا يستر. صحيح ربنا موجود. عندك الإجابة؟ الإجابة أوكي. الإجابة هي بالتكوين الإصحاح الثالث الآية 8، وسمع صوت الرب الإله وسمع صوت الرب الإله ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهار. أشكرك. بنشكر حضرتك أستاذ جوزيف، معلش عشان في مكالمات كتير. معنا الأخت مرام. ويلكم باك أخت مرام. مرام لا مرحبا. أهلين. مرحبتين. أهلين أهلين فيكم. يا هلا. بحب أجاوب على السؤال. طب نتعرف عليك الأول يا مرام، من وين بتحكي؟ من نيو أورلاند. من أورلاند؟ يا How is it over there? It's really, I mean, it's good. It's a normal life, I guess. Very good, but, thank God. Yeah, thank God. A lot of people were talking about it in school and everywhere. And they were actually بشوفوا مي شو نوع التفجيرات اللي كانوا اللي أنا أكون عربية في المحاضرة كانت شوي غريبة. بس I was really proud to be an Arab because it's not always مش دائما رح يكون واحد عربي. لا مش دائما. يا رب يا رب يسوع المسيح ما يكون عربي، لأن حترجع علينا إحنا. يا أكيد. بس لو ما كان عربي رح يطلعوا إشاعة إنه كان عربي. يعني هيك ولا هيك إحنا. لابسين لابسين. مرام أنت شو من وين أنت اصلا؟ من فلسطين. اهلا وسهلا باهل فلسطين حبيبتي، يباركك الرب. عندك الاجابه يا مرام؟ يا شو الاجابه؟ وسمع صوت الرب الاله ماشيا في الجنه عند هبوب الرياح في النهار. امين. شكرا يا مرام. تابعينا مرام؟ اتفرجتي علينا من قبل؟ دائما بحب كل البروجرامز على الفاد، بحب كثير هذا القناه. الله 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 يخليك يا مرام. صلي لنا يا مرام. تابعينا لغاية نهاية الحلقة تعرف الإجابة ومين الفايز معنا. أوكي شكرا مرام. أوكي معنا خادم الرب. خادم الرب بيني وبينك كير. مساء النور. كيف حالك يا دكتورة وكيف حالك يا أشرف؟ هذا الصوت مش غريب لينا. عني كيفك يا خادم الرب؟ نشكر الرب نشكر الله مساكنكم كثير. لا الاسم الصوت مش غريب عني يا خادم الرب. بطلت تعرفوا هاني اريزونا. ايوه محمود. مين هاني؟ بلشنا. اهلا اهلا بحضرتك مستقبلينك. كيف حالك يا اخوي؟ نشكر الله الحمد لله بصلواتك. الله يحكم الجميع. امين يا سيدي. التكوين شوف التكوين يوم صار وضح النهار. نعم.
سمعوا الهواء والضجيج وهذا نعم سمعوا صوت الرب. شكرا، بنشكر حضرتك ابن الرب او خادم الرب. الله يحميكم، ربنا يخليك لينا يا رب. يا ربي حبيب ربنا يخليك، ربنا يباركك ويحافظ عليك يا رب. سلام الله المسيح معك هلا ومعك. شكرا. مع السلامه. معانا اسمنجوني. لا ماشي، نرجع تاني للاخبار بتاعتنا وهي رد فعل الدول العربيه او بعض الجامعات اللي موجوده في الشرق الاوسط. تفتكري ايه يا هايدي؟ هنروح حد هيعلن ولا حاجه يقول احنا عملنا العمليه دي ولا رد فعل الدول العربيه؟ هل شامتين في الموضوع انه امريكا انضربت زي ما سبتمبر 11 حصل، زي الاحداث ما بتحصل، مع انه في قنابل وفي انفجارات وفي عمليات انتحاريه بتحصل كمان كتير في دول العربيه، وفي ناس كتير بتموت في سوريا وفي العراق في كل بلد وفي كل العالم، بس اشمعنى دلوقتي الاعلام دلوقتي كله على امريكا؟ يعني العمليه شويه، يعني احنا عايشين في امريكا، وطبعا امريكا حضنانا وامريكا واخدين حقوقنا كمواطنين امريكان، احنا امريكان وبنفس الوقت خلفيه عربيه او اشكالنا عربيه، هل هتاثر علينا ولا بكل تاكيد ولا هتعدي كده؟ بس انا اتمنى زي ما مرام قال كده ما اتمنى طبعا، وما فيش حد يتمنى ان هو يكون لا عربي ولا سعودي ولا مصري ولا اي حد من دول. يعني للاسف اتوصمنا بالارهاب اذا كنا احنا مسيحيين او مسلمين، المهم ان احنا من الشرق الاوسط اتوصمنا بالارهاب. اي حاجه دلوقتي بتحصل هيقول لك ارهابيين. اكيد كذا، يعني هي بتيجي فوق دماغنا احنا. طبعا. فاحنا يعني نتمنى ان هو يكون مش كذا، ولكن ربنا يستر. معلش زي ما اتقال، يعني برضو امريكا لازم تدوق من اللي هي بتعمله في العالم. نعم لا ما تدوقش احنا لا معلش، لما هي تسمح هي سياسة اوباما، هي سياسة اوباما بدم ابرياء في اي مكان في العالم، بغض النظر في مصر او في سوريا او في العراق او في اي مكان، طالما هي سامحه وعارفه، مش عايزه اقول هي حاطه يعني ايديها وهي رسمه الخطه، ولكن ربنا عادل. طبعا اللي بيحصل ده ممكن يحصل لواحد مصري او كده، ممكن يكون كان موجود في المكان. بس يعني بغض النظر، في ارض امريكا، في ارض امريكا هو عمال يعمل تصالح مع الناس كلها، ولكن حط ايده بايد الاخوان وحط ايده مع الجماعات زي ما عملوا قبل كده مع بن لادن. دي سياسه تانية عشان حكايه روسيا ومش روسيا، وعمل الجماعات الاسلاميه ضد دي نفس حاجه سياسيه مش دينيه، ونفس السياسه ودخل فيها الارهاب ده، ما هو بارت من السياسه. بس احنا هنتاثر في الموضوع وربنا يستر، لان احنا حضرنا سبتمبر 11 وما يعرفش يفرق بين مسيحي ولا مسلم. صحيح. زي ما اخت مرام قالت ايه، ان احنا كده كده برضو هيلزقوها فينا ويقولوا انه دولة عرب اللي عملوها، بس احنا مش عايزينها ان شاء الله ما تبقاش واحد عربي. احنا دلوقتي في فترة زي غرفة الانعاش، يا رب يستر، يا رب مش عارف ايه. فخلال اليومين هيبان التحقيقات، وان شاء الله التحقيقات تبان انه ما تبقاش جهة عربية او جماعة اسلامية او عربية. تاني حاجة هنرجع لأخبار مصر، وأخبار مصر وهي فضيحة وزير الإعلام صلاح عبد المقصود. فضيحته يعني طبعا لازم تاخد حيز من الأخبار عندنا برضه يا أستاذ صلاح، يا وزير الإعلام، إنك أنت دي تاني فضيحة تعملها، ودي تاني عملة تعملها مع الصحافة مع إعلاميين. يعني قبل كده عملت نفس الحكاية مع إعلامية بقناة العربية وقلت لها كلمة، ونفس الوقت قلت لصحفية مصرية وتقول لها عايزة تعرفي الحرية دي فين، تعالي وانا اوريكي فين. طبعا وزير اعلام ما يعرفش يحافظ على اسلوب كلامه وعلى النطق، الكلمات تطلعها ازاي او في محلها ازاي. انت مش قاعد في قهوة ولا قاعد في زريبة لمؤاخذة يعني، ولا قاعد انت مع شلة صحاب اخر ليل، ده انت قاعد وزير اعلام، يعني كل كلمة انت تقولها تبقى يعني تبقى رزينة يعني محاسب عليها ومسؤول عنها. مش هتقولها وتقول دي وبعدين ايه، في نهاية اللقاء بتقول لها يا صحفية يا محترمة،
يا يعني انت بتلومها دلوقتي يا صحفية محترمة هي قلت ادبها معاك دي بتسألك هي الحرية حرية الصحافة فين وحرية الاعلام فين؟ لما انت حضرتك بتقول فتحنا 130 دار صحافة وفتحنا مش عارف 22 قناة فضائية والكلام ده فين الحرية اللي بتتكلم عليها؟ فهي كان قصدها بتسألك فين الحرية بتتكلم عليها ده في قنوات بتقفل. فانت يا وزير الاعلام صلاح عبد المقصود لازم تستقيل تسيب المكان لحد غيرك وبلاش الكذب لان حضرتك بتكذب بتقول ان وزارة الاعلام ما فيهاش اخوان ما تاخونتش لسه ده يعني ما فيش جهة في مصر دلوقتي اتاخونت يعني كل الجهات وكل الوزارات اتاخونت انت حضرتك جاي تقول ما فيش ولا اخواني موجود في وزارة الاعلام يعني انت كذاب وقليل الادب لا مؤاخذة يعني كفاية أنا كان نفسي كان أقول الكلمتين دولت مع أنهم مش موجودة في الفقرة هو أخذ كفايته يعني بصراحة على موجودة في الفقرة بس أنا حبيت يعني نقول كلمة حلوة كده لمصلحته أخذ كفايته صدقني ما فيش يعني حتى على مستوى العالم أنت عارف أن كل الأخبار دلوقتي بتترجم وبتنزل على مستوى كله العالم طبعا وطبعا ده غير تويتر وال يعني والفيسبوك وكده يعني الحمد لله احنا نشكر ربنا الأخبار رايحة العالم كله توصل توصل أول بأول مترجمة في خبر اللي هو مصر بتستدعي القائم بأعمال سفارة كندا استدعت وزارة الخارجية المصرية اليوم الاثنين القائم بأعمال السفارة الكندية في القاهرة عقب قيام وزير الخارجية الكندي بلقاء وزيرة العدل الإسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة هي طبعا ازاي ان هو يروح المنطقة دي بالذات هل في اتفاق ما بينهم وما بين بعض ان هي القدس خلاص بقت حتى القدس الشرقية هتبقى لإسرائيل فبياخدوه تايم اوت يعني طبعا لانه راح هناك واتفق معاهم وقعد معاهم بمناسبة ايه لازم يعرفوا ايه اللي بيحصل هل الرئاسة عرفت انه في اتفاقية حصلت او في مؤتمر حصل ان هو رايح ينوب عن مين يعني عن مصر طب ما انت بتقول ان احنا ضد اسرائيل وضد المعاهدة وضد 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 احنا مش شايفين اي حد بيتكلم عن اسرائيل دلوقتي احنا بنتكلم في مصر دلوقتي عن الفتنة عن بين مسلم ومسيحي بس ما فيش اي حاجة عن القدس ما فيش اي حاجة عن اسرائيل ما فيش اي حاجة عن العمليات اللي كانت بتحصل في اسرائيل ما تنساش ان هم اللي بيخترعوا الحاجات دي او بيفتعلوها عشان يلهوا الناس يلهوا الشعب كله عن القضايا اللي هي كبيرة اللي بيعدوها من غير ما حد والاعلام يعرف طبعا لازم يلهوا الشعب في حاجه زي ايام زمان كانوا يعملوا ماتش الاهلي والزمالك يلهوهم بالظبط كده ويعني في الوقت حصلت. ده بالظبط يلهوا الشعب في اي مشكله في اي حاجه واخطر ما في الموضوع يعني لو النظام السابق كان بيستخدم مباريات الاهلي والزمالك او حاجات كده في الوقت ده فدول بيستخدموا الفتنه الطائفيه ودي طبعا يعني دي هتاكل الاخضر واليابس يعني بس كنا بناخد كؤوس برضو بناخد البطوله برضو كنا بناخد بطوله ايام حسني مبارك يعني دلوقتي يعني بتاخد بطوله في حاجات تانية ان شاء الله ناخد بطولات في حاجات تانية وباذن الله حسني مبارك هيطلع وجمال مبارك هيطلع وكله كام اتفاقيات بين الجيش وبين الرئاسه بين مبارك يعني في طبخه بتتعمل وان شاء الله باذن الله هتتحل في عندنا مصر وقطر توقعان اتفاقا في مجال النيابة العامة مصر وقطر بيتفقوا بحاجات كده غريبة يعني شفت دول العربية كلها ما لقيتوش غير يعني قطر طب يعني كل حاجة قطر طب ما تشوف اي دولة عربية تانية يعني غير قطر يعني عندك كويت عندك امارات عندك اي بلد تانية الا قطر وبعدين ايه بتتعلم احنا اللي نتعلم منهم احنا اللي ناخد منهم ما انا جاي لك بالخبر انت هتحرق لي الخبر ليه اسيب الورقه ده اللي جاي بالخبر ده انا حبايبي قطر يعني لا مش حبايبك بس لا معلش سوري بقى يعني كلهم حبايبي صدقيني وحبايب باسم يوسف حبايب الناس كلها دول الخليج كلهم حبايبي انا احب دول الخليج كلهم صدقيني حتى قطر طبعا الشعب القطري شعب احنا مالناش دعوه الشعب القطري شعب محترم انا بتكلم انا بتكلم على الحرامي اللي سرق يعني الحكم من ورا ابوه يعني ابوه لما مؤاخذه دخل التواليت طلع قطر راحت لا ده كان مسافر يعني بهرب لا يعني قصدي ما كانش موجود بياخد شاور
ما علينا. ناخد الخبر مصر وقطر. الحته اللي بقى لفتت نظري وهي انه اكد المستشار طلعت ابراهيم ان الثوره المصريه تعتبر ثوره في كل المؤسسات، قائلا اتمنى ينال العمل في النيابه العامه ثوره تكنولوجيه وتقنيه لفائده الجمهور المتقاضيين والعداله، يعني الاثنين. واوضح ان احد البنود الاتفاقيه تضمن نقل الجانب التقني في نيابه قطر الى مصر، يعني قطر عندها تقنيه اكتر وتكنولوجيا اكتر من مصر، فقطر هتعلم مصر، مشيره الى انه سيتم تشكيل لجان مشتركه بين نيابتين مع زيارات متبادله بهدف الوصول الى حد من التطور في اداء النيابه العامه بمصر. يعني لاداء النيابه العامه اللي في مصر ولا حاجه، هنتعلم من قطر، قطر هتبعت لنا خبراء لمصر علشان مصر تتعلم النيابة العامة. اعمل ايه انا؟ مصر بلد الحضارة. معلش لو في اي رئيس نيابة تاني كان موجود ما كانش هيقبل بحاجة زي دي، لان عارف امكانية مصر ايه ومصر متطورة ازاي ومصر عظيمة ازاي، عمرها ما كانت هتوصل ان هو حد يروح لقطر ياخد كلاسز ولا يقعد معاهم عشان يتعلم منهم. ياخد كلاسز ايه؟ يعني لا يروح قطر اوكي، بس دول جايين عندنا يا هايدي، زي مصر طول عمرها بتبعت مهندسين، بتبعت مدرسين، بتبعت كذا. هي دي نقطة النقص اللي موجودة فيها الدول دي أو الدولة دي بالذات، عشان مصر كانت هي اللي بتعلمهم في الوقت اللي هم يعني مش عايزة أدخل في تفاصيل، سوري يعني ما كانوش بيعرفوا يلبسوا الشبشب يعني في نعال نعال. لا بيلبسوها بيلبسوها دلوقتي بيلبسوها ودلوقتي بقى طبعا ما كانش في يمين وشمال دلوقتي في ما حلينا هايدي دخلينا انت مجالات تانية. لا 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 ما هي المجال ان هي ابتدى من هم عندهم احساس بان مصر هي كانت بتعمل وبتعمل، جال الدور بقى ان هم اللي يبعتوا. طيب هو ده احنا اللي عايزين نعترض، يعني احنا مش ما احنا معترضين عليه، مين اللي سمح لهم؟ وبعدين ايه التقنيه الجديده اللي هم القطريين؟ مين اللي سمح لهم ان هم يجوا؟ هل لو حد هو الاخوان؟ طب اخذوا ايه قدام ده؟ اخذوا كام قدام ده؟ هم عايزين كاش كتير. اديني كاش، عايزين نقدي دلوقتي، اديني كاش دلوقتي عشان قبل ما اسيب الحكم، لان خلاص قربت نظام الحكم دلوقتي في الاخوان قرب، العدد التنازلي قرب يا هايدي على السقوط، على السقوط طبعا. وهيبقى في نظام تاني وانتقاليه تانيه ان شاء الله باذن الله. قربت الساعه قربت. انت سرحتي في ايه؟ ما كلمه قربت دي يعني بتفكري في ايه؟ بتمناها النهارده قبل بكره. مين ما يتمناش؟ طبعا كلنا بنتمنى يعني هم اسقطوا روحهم يعني بصراحه، يعني احنا ما عملناش حاجه، احنا ما عملناش اي مجهود، هم اللي قراراتهم واتفاقياتهم وبيعهم للبلد. الحكومة القطرية هتبعت خبراء لمصر، حضارة مصر ده راحوا الأول للنائب العام يزورهم هناك ويعرف التكنيكاليتي الجديدة يعني. الخبر الثاني الخبر الثاني أبو الفتوح، عبد المنعم أبو الفتوح بيقول أزمة مصر الاقتصادية سببها نفس إدارتها سابقا، يعني الاثنين زي بعض، يعني نظام مبارك والظب الإخوان. طب انا احب اقول لك يا استاذ عبد المنعم ابو فتوح، يعني احتراما ليك ولشخصك، يعني نظام مبارك كان فيه عيش وكان فيه غاز وكان فيه ميه وكان فيه كهرباء، كان فيه كل حاجه موجوده متوفره، ما كانش فيه مشاكل، ما كانش الكهرباء تتقطع ولا ما بتتقطع، ولا كان فيه عيش بس كان نسبه قليله. دلوقتي ما فيش خالص لا عيش ولا كهرباء ولا ميه، ازاي تبقى السياسه الاقتصاديه زي زمان؟ وبعدين دولار زي زمان دلوقتي هو لا يا بابا، الدولار دلوقتي بقى هيوصل 9 و10، ايام مبارك كان 6 او 5.5، يعني بسنه يطلع التطور ده اللي احنا فيه ده زياده قوي، يعني ما عجبنيش الحته دي بتاعت انت. ايه رايك؟ ايه بقى ايه اصل الاخبار دي يعني ما هي هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ عندنا حلول تانية؟ انت مش بتقول انا عايز خبر حلو؟ انا عندي خبر حلو. طب قول الله يخليك. خبر جميل احنا مش متوقعينه يعني. ليه هو؟ انت عارف طبعا ان في طائفه يهوديه موجوده في مصر. لا احنا دخلنا الطوائف اوكي. الطائفه اليهوديه موجوده في مصر اوريدي، وكان في مجموعه منهم اللي انا سمعته بساعات يقولوا على نفسهم ان هم مسيحيين، او مجموعه تانية بيقولوا على نفسهم مسلمين.
الوهاب البهائيين عشان لا انت قصدك على مين؟ لا يهود يهود بيقول على نفسهم مسيحيين ومسلمين؟ اه اه اوكي عشان ما يبانوش والناس تقتلهم يعني خايفين آه على روحهم. اه اوكي بس اليمين دول بقى يعني طلعوا واعلنوا عن ذاتهم واختارت الطائفة اليهودية في مصر السيدة ماجدة هارون رئيسة للطائفة خلفا للرئيسة السابقة كارمن فاينشتاين التي توفيت منذ يومين ومن المقرر أن تكون مراسم الجنازة يوم الخميس المقبل. ده الكلام ده هيبقى مصر. أعضاء كم واحد موجودين يعني دي ماتت وهم أخوات ولا إيه؟ مش فاهم أنا ما معلش إيه الموضوع أنا في يهود موجودين في مصر؟ مصر يعني قبل ما عصام عريان يقول تعالوا ويلكم ما أنا عشان دي دلوقتي طلعوا بقى طلعوا وكلموا كلهم 100 نفر موجودين في مصر موجودين 100 يعني طلعوا بعد ما عصام عريان قال انا هجيب من اسرائيل يعني دلوقتي ابتدوا هم يكلموا منتهى الامانه ومنتهى الصراحه اخذوا حريتهم اكتر مع الاخوان اخذوا ضمان تخيل أخذوا يعني ضمان من دلوقتي الامان عن الوقت السابق طبعا اضافت ان عدد الطائفه يصل الى 20 سيده في القاهره فقط واغلبهن لم يتزوجن واصبحن وحيدات بعد ان توفت أسرهن ووجهت نداء إلى جميع الطوائف في مصر والأديان أن يتم التواصل والتوحد كما كانت مصر في السابق منذ سنوات وأن يشعر الجميع بأن مصر بلد للجميع حتى لليهود يعني هم يهود بس مصريين بس يعني بس هم مصريين يعني ما لوش دعوة بقى المسيح ولا مسلم ولا يهودي جدا. مصر. أنا بالصدفة البحتة قابلت واحدة هنا مصرية وبتتكلم عربي يهودية وبتتكلم عربي في كتير قوي طبعا بحب مصر جدا جدا ربنا يزيد ويبارك احنا عايزين بلد مصر طبعا بلدنا تبقى لجميع الأديان أشرف ما حدش بيختار دينه احنا بنتولد بنلاقي نفسنا كده ممكن الناس بتغير هم حرين بس الأصل يعني اليهودي هيتولد يهودي والمسيح هيتولد مسيحي الأهل يعني بس مصر تسعنا كلنا على فكرة مصر تقدر تسعنا دلوقتي؟ كله. دلوقتي وبعد لا كده لا لسه هتتقطع لا لا لا, لا. هيقطعوها لا 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 مكحتة طلطة بقى حلايب وشلاتين هتديها لسودان غزة لا شعب مصر مش سينا لحماس أنا ما بقولش الغزة لأن فعلا الإخوة الفلسطينيين يعني بنعزهم حقيقي بنعزهم دايما احنا بنتكلم عن الحكومات احنا بنتكلم على الجماعات على أحزاب احنا ما بنتكلمش على شعب احنا شعب واحد احنا بنحب كل العرب كل الناس مصر لكل الناس فمحدش يعني ياخدها كلمة مننا ولا حاجة انه احنا ما بنحبش ده ولا ده لا احنا بنحب كل الشعوب بس احزاب زي الاحزاب المحظورة جماعة الاخوان حزب حماس نصر الله مش عارف ايه طبعا زي ما بيحصل دلوقتي في سوريا القتل والإرهاب اللي بيحصل في سوريا والطوائف اللي بتحصل في سوريا وقتل المسيحيين والعلويين والسنة كلها القتل عموما يا أشرف القتل يعني ليه بقت سمة ناس معينة تجار الدين دول تجار الدين يعني باسم الدين معينة. بيقتلوا دلوقتي انت عارف اللي بيحز في نفسي ان هم بيقتلوا بيقولوا الله أكبر طب انت يعني حرام عليكم بني يعني ادم ده نفس ده بش ده بشر بني ادم فعلا بني ادم يعني بيحط المسلم الليبرالي العلماني الراجل المحترم اللي ماشي على دينه صح بيحطه في موقف وحش يقول له انت كافر يعني كافر عشان هو ما اعرفش يعني ليبرالي بس هو الثاني يعني. اللي قال عليه كافر مش كافر وهو راكب الليموزين او هو راكب المرسيدس وشايل الموبايل او السيلفون او يتفرج على التلفزيون كله ده خالص. انتاج الكفرة كل ده انتاج امريكا واوروبا واختراعات الامريكان واوروبا وكل العالم دي كله دول مش كفر طب الصين ما الصين 90% بوذريين كفرة ما بيعبدوش اله حتى يعني روسيا 3/4 ملحدين طب انتوا فين من العالم لو انت عايز انت رايح تقتل واحد مسلم يعني مسلم تقتل مسلم عشان ده علوي ولا ده شيعة ولا ده سني يعني طيب ناخد خبر تاني لذيذة انت يا هايدي انت فينك من زمان طيب سكرتير عام المصريين الاحرار اتحاد عمال مصر تمت اخوانته بالكامل طب اديني انت قولي لي انت على الخبر ده اعمل ايه طيب
أنا بصراحة هو ذا يعني خبر حلو، بس أنا متوقع أن كل مصر تأخونت، كل جت على نقابة العمال يعني. طب ما البلد كلها أخوانت يعني 90% أخوانت. طيب حضر الدكتور نيازي مصطفى كتر خيرك السكرتير العام المساعد بحزب المصريين الأحرار وأمين لجنة العمل والعمال من وضع منظمة العمل الدولية لمصر مصر أخرى ضمن القائمة السوداء للدول التي تنتهك حقوق العمال بسبب التدخل. هو حقوق العمال وحقوق الإنسان وحقوق الطائفة وحقوق الأديان كل حاجة يعني. إن شاء الله الحمد لله أخوان البلد والجيش الوحيد إن شاء الله ما تتأخونش بإذن الله إن شاء الله، لأن هم وقفلهم بالمرصاد وبيكتشفوا حاجات كتير بتحصل في سيناء وفي سلوم على حدود ليبيا الأسلحة اللي هي بتكتشف الأيام دي. طيب معانا مداخلة الأستاذ عاطف. مساء الخير، سلام المسيح. أيوة مساء الخير، أهلا بحضرتك. كل سنة وحضراتكم طيبين. وحضرتك طيب أستاذ عاطف. أفندم مساء حضرتك. كل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيبة مدام هايدي، ميرسي خالص. أنا الحقيقة عندي تعليقين اتنين على الاستاذ اللي اتكلم من كندا وانا برضو بتكلم من كندا. الجزئيه الاولانيه في حته ان ربنا بينتقم كده، لا ما اعتقدش ان ده يعني مش اسلوب المسيحيه خالص. لكن وحضرتك مدام هايدي قلتي كل واحد بيتوجد في دينه او ما بيختارش دينه. الايمان الاول عطيه تمنح ثم تكتسب، لان المقوله بتاعت حضرتك دي سامحيني اذا سمحتي لي يعني خطيره جدا جدا جدا. حضرتك سامعاني؟ لا قولها تاني يا استاذ عاطف، ممكن تعيد تاني. المدام هايدي كانت بتقول من دقايق بتقول ان المحدش بيختار دينه. احنا في المسيحيه والاباء علمونا ان الايمان عطيه تمنح الاول في المعموديه ثم تكتسب. اصل احنا لو اطلقنا على كده هيقول لك يبقى انا ايه ذنبي مسلم، ايه ذنبي يهودي، ده دي مشكله. لكن انا رايي الشخصي وراي الاباء برضه ان الايمان عطيه تمنح في الاول ثم تكتسب. يعني انا لازم اعرف ان انا لازم مسيحي وعايش مسيحيتي صح او مقتنع جدا جدا بيها، والا يبقى احنا بنضحك على نفسنا. فاذا سمحتوا لي يعني انا اذا سمحتني برضو اقول رايي. انا بتكلم على المصري عموما، الوطن بيتولد المسيحي بيتولد مسيحي، المسلم بيتولد مسلم. انا بتكلم على الوطن وطن. والوطن يقدر يسعنا كلنا، ما اتكلمتش على ديانة معينه. يعني دي حاجه تخصنا احنا ازاي بنفضل مسيحيين، دي حاجه بتاعتنا احنا. لكن اذا ان احنا بنتولد مصر تسعنا كلنا، دي كان وجهه نظري يعني. انت تقصدي يمكن حضرتك ان احنا نتقبل الكل، لكن انا بس انا ايوه كده. دي كانت المهم. يمكن انا اللي فهمت غلط في جزئيه ان كل واحد بيتولد على دينه، يبقى كاننا لا عن الاخر. واحنا اللي عندنا مش دين، احنا عندنا حياه بنعيشها مع المسيح. يبقى حياه نعيشها مع المسيح. ميرسي خالص وربنا يعوضك. ربنا مش هتجاوب على السؤال استاذ عاطف. هو السؤال سهل، احنا عايزين اسئله اصعب من كده. ماشي، عشان حضرتك تشاركنا برضو. حبوب ريح المياه. نعم، عشان حضرتك تشاركنا برضو يبقى سهل تبقى تشاركنا. الشرف عظيم لينا. ربنا يخليك يا استاذ عاطف. حضرتك كتير، وانا مبسوطه قوي ان حضرتك على الاقل متابعنا، وكونك انك اتصلت اكيد عشان ممتع. انا عامل مداخله تلفزيونيه، فدي شرف وبركه ليا ان انا اعمل معاك. ربنا يخليك. صلواتك يا استاذ عاطف. ربنا يعوضكم، وكل سنه وحضراتكم طيبين، وربنا يخليك يا رب. المجد اسمه. مع السلامه. شكرا لحضرتك. مع السلامه. في اخبار عندي؟ طبعا عندي خبر برضو. يعني الصحف العالميه بتتكلم عن انتخاب الرئيس مرسي. صحف عالمية بتقول انتخاب مرسي زاد العنف ضد الأقباط والإخوان يصنعون الطائفية. يعني واشنطن بوست بتقول هجوم الكاتدرائية غير مسبوق، يعني ما حصلش قبل كده. يعني حتى الجرايد الأجنبية شافت كده واستغربت، وإن ده يكون مع رئيس منتخب بعد ثورة جميلة يكون هو يعني ما كملش 9 شهور ويكون ده نتيجة. برضو فورين بوليسي بتقول الأمن شارك في الاعتداءات، وكمان بيقولوا الفوضى بتجتاح مصر. كل ده بعد مرسي، بعد انتخاب مرسي. يعني جايب الانتخاب، يعني حاجة غريبة.
الناس مستغربة، الناس كانت فاكرة فعلا ان احنا اخترنا الرئيس مرسي وان الدنيا بقت بامبي. مين اختار؟ ما تقوليش احنا اخترنا. لا يعني الناس بتفتكر، ما تاخدوش جزء من كلامي. لا لا ما تقوليش اخترنا. الناس بتفتكر ان احنا اخترنا. يعني لما بتكلم مع اصدقائي في الشغل مثلا امريكان يقولوا يعني انتوا اللي اخترتوه، مش كان في انتخابات؟ طب انت الناس ما تعرفش الديتيلز. ماشي يا هايدي، بس انت اخترتي اوباما وبقى رئيس، ورئيس كمان لفتره تانيه، يعني كل واحد. نعم؟ لا معلش، في فرق. ان احنا جينا بعد ثوره جميله والعالم كله بص علينا بعد الثوره، كان جميل. بعد الثوره الشباب والمسيحي والمسلم والشيخ ايد واحده، والقسيس كانوا بينظفوا الشوارع. كانوا بينظفوا الشوارع ايد واحده بعد بعد الثوره، فمتوقعين طبعا بعد انتخابات جميله وبعد ثوره جميله اكيد رئيس جميل. فطبعا كون ان هو يجي ويكون سبب الطائفيه ويكون اللي حصل تفرقه، فرق تصفيق. يعني مأساة، بس الحمد لله العالم شايف وفهم. هو مش شايف المشكلة، هو مش شايف دلوقتي، العالم فهم وكل حاجة، هو ما فهمش لسه. يعني مرسي اللي ما فهمش. ما انا بقول لك العالم كله فهم، هو مش فاهم، مش واخد باله. او يمكن واخد باله بس مستعبط. ممكن هو واخد حاجة تانية بس مش واخد باله، واخد برامج ولا الشعب اللي واخد مسكن. طيب. عندي خبر بعد حكاية المسيحيين في بابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، أعداد الشهداء المسيحيين اليوم تفوق أعدادهم في القرن الأولى، القرون الأولى. أكد البابا فرانسيس الاثنين أن أعداد الشهداء المسيحيين اليوم تفوق أعدادهم في القرون الأولى للكنيسة، مشيرا أن القسم الأكبر منهم يذهب ضحية الوشاية التي هي من عمل الشيطان. وفي قداسة اليوم في كنيسة دير قديسة مارتا بالفاتيكان، كرر البابا بإلحاح الحديث عن الشهداء المسيحيين الذي تطرق إليهم الأحد في صلاة البشارة أمام 80,000 شخص احتشدوا في ساحة القديس بطرس. يعني القرون الأولى كان فيه شهداء كتير ومذابح كتير ضد المسيحيين، من رومان، من يعني العصور. النهاردة بعد التقدم والحرية والحضارات والحقوق والحاجات دي كلها، بقى أكتر بقى من الوقت اللي فات. مأساة مأساة. بس أعتقد يعني من رؤيتي أنا شايفها أنه تلات أرباعهم في شرق الأوسط المسيحيين اللي الشهداء، تلات أرباعهم. يعني ما تقوليش مثلا أمريكا مسيحيين ولا فيها مثلا شهداء مسيحيين أو أوروبا مثلا. يعني تلات أرباعهم في شرق الأوسط. عندك دول الدول التانية مثلا زي العراق، زي سوريا، زي صحيح. لبنان، زي بعض البلاد العربية فيها مسيحيين كبير قوي، وغير التهجير طبعا. طبعا. طيب عموما وصلنا لنهاية الحلقة، عايزين نشوف الإجابة. طيب مش هقول خبر صحي كده مهم جدا. طيب. خبر صحي دوت مهم طبعا. في خبر صحي يقبل الناس مخاطر البطاطا المقلية في على الصحة. احنا قلنا قبل كده البطاطا المقلية هي الزوم على البطاطس، على فكرة البطاطس البطاطا مش البطاطا صحيح ماشي. في بطاطا وفي بطاطا في بعض برضو البطاطا نفسها بتتقلي او بتتشوي. في ناس بتقليها بس في ناس بتقليها برضو بالزيت. تبقى كلها زيت، يعني بتاكلي زي الدونت كده بالزيت. بتاكلي تلاقي كله زيت، وبعد كده يقول لك حاسس بحموضه، في عندي حموضه يا عم، ده انت واكل زيت نص جركن حاسس بحموضه. ففي مخاطر البطاطا المقليه، يقلل تناول البطاطا المقليه وخصوصا في فصل الصيف، ان بعض الاطفال يتناولوها بشكل شبه يومي، اعتقد الشيبسي، لكن القليلين الذين يعلمون اخطار هذه الوجبه على الصحه، وحتى ان علموه الشيبسي عامه، الشيبسي او البطاطس المحمره يعني المقليه غير البطاطا. نعم. لا البطاطا طيب. احنا عندنا نهايه الحلقه بقى، معلش في حاجه صغيره. انا بس بدعو في دعوه لمسيره سلميه من البيت الابيض الى الكونجرس، اللي هيكون يوم 21 18 ابريل 18. هما واحده واحده دي في واشنطن، هتروح من البيت الابيض للكونجرس، هتبقى يوم الخميس 18 ابريل الساعة 11 صباحا، والتجمع هيكون عند البوابة الرئيسية للبيت الأبيض. يوم الخميس 18 أبريل الساعة 1 هيكون التجمع عند البوابة الرئيسية للبيت الأبيض، وده كل المصريين مدعوين طبعا، كل المصريين اللي خايفين على أمريكا، على مصر طبعا. يعني هي الدعوة بتقول: الإخوان يختبرون رد فعلنا
فإن لم نتحرك ستكون العواقب وخيمة. Which is true يعني. كمان هنا في ولاية كاليفورنيا يوم الحد الجاي إن شاء الله الساعة 1 التجمع عند مبنى فوكس نيوز، والعنوان بتاعه 1999، متهيألي مش هيتنسي، 1999 ساوث باندي درايف في لوس أنجلوس. الساعة 1 بعد الظهر يوم الحد القادم هيكون في تجمع للمصريين، برضو بعيد وأقول المصريين مش مسيحيين بس، مصريين كلهم، واقفة ضد اللي بيحصل، ويعني احنا بنحاول نوقف الفند بتاع التبرعات ولا المليارات اللي بتروح لمصر وبيشتروا بيها أسلحة يقتلونا بيها هناك. القنابل مسيلة للدموع، كل حاجة، ده عايزين مليار وشوية عشان قنابل. فالوقفة للمصريين كلهم يوم الحد القادم الساعة 1، والعنوان 1999 ساوث باندي درايف ان لوس أنجلوس، وهي المبنى بتاع فوكس نيوز. طبعا مش عايزين ننسى دايما ان القناة بيكم ومنكم وليكم، والتعضيد الشهري بيفضل على اساس ان احنا نبقى عارفين البادجت بتاعنا شكله ايه. احنا اتقطعنا على النايل ساد بقالنا يعني 15 يوم دلوقتي، وعندنا امل كبير ان احنا نرجع تاني قريب جدا. وما تنسوش ان هو ده بيبقى بفضل تبرعاتكم وتعضيدكم لينا، واحنا واثقين في يسوع الاول طبعا، واثقين فيكم ومحبتكم. في نهاية الحلقة طبعا الإجابة هي زي ما الكل قال في تكوين 3-8، وكان الكل جاوب صح، الكل عند هبوب ريح النهار كانت هي الإجابة بتاعت السؤال اللي موجود على الشاشة. وهنشوف مين اللي كسبان معانا النهاردة، نشوف مين كسبان النهاردة، في مشاهدين كتير قوي. ونهني الأخت جورجيت تالي بعيد ميلادها، بعيد ميلادك، وكل سنة وحضرتك طيبة، من أسرة القناة الفضائية القبطية، والبخص برنامج بيني وبينكم. واللي كسبت معانا الأخت مرام، مرام صح كويس. شفتي عرفت تقراها. الأخت مرام كسبت معانا، وبرضو منقول للمشاهدين اللي ما كسبش معانا النهاردة برضو حلقاتنا موجودة، وإن شاء الله تكسبوا معانا. وبشكر كل المشاهدين اللي دخلوا معانا في المكالمات وآرائهم. وبنفس الوقت في عندنا بيني وبينكم على الشاشة موجود، صفحتنا على الفيسبوك، يا ريت تشاركونا. واللي عنده من رجال الأعمال، اللي عنده وظيفة، اللي عنده أي حاجة ممكن تقدر تساعد فيها القناة، لأن في جاليات موجودة عندنا هنا بنساعد فيها المصريين موجودين، أو أي جهة أو أي حد محتاج إحنا بنساعده. فرجال الأعمال اللي عندك وظيفة، عندك أي حاجة ممكن تساعد فيها القناة، يا ريت. وأشكر كل المشاهدين اللي كلمونا. بنشكرك يا أشرف في نهاية الحلقة، بنشكركم أعزائي المشاهدين، وعلى وعد إن إحنا نلقاكم يوم الجمعة إن شاء الله. تصبح على خير. تصبح على خير.